بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن إذا لهانتي بدأ وضيال كسر دواء البرنامج كان يدب كهذا أو أي نقطة كان يكون يجي دونه وير الكعروس معلمه اللي صار في كسر عدي أقسمها حفيز كورفا فين تي رئيس الوزراء رئيس الوزراء الصومالي يعني راح يعمل رئيس الوزراء حمسة عبد البر وحن يجي دونه وير كاسي لوي كي فرحان كم عليه iyo waxa uu salka ku hayo waxa arintaas soo indheeyay wari heelka caase oo aan wax ka weydiin doono ilka caase soo dhawo ama santa gurdan dhawo maalmihii la soo dhaafay salaamayna adiye maalmihii la soo dhaafay agaasimaha xafiiska warfafinta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Farxad Jimcaale weerar ba'an ba ku socday adiye bal halkay wax maraya wama santa hayta weerar kulba socda hay oo weerar baraha bulshada ayaa ku socda agaasimaha حفيز كرافينت رئيس الوزراء ما ما اسمه هو فافينت حفيز كرئيس الوزراء أنا عفيان كحكومة وريه فرحان جمع على وأدين وريه وعانا وأدوية قانون لوك الصومالي ذا وربحنا كل دوانا كشقي ملك جدا بيسين الجوجي بي بي سي ذا وريبا عن فرق جلو أقاسيمة كها قيبة تي في لندن كدي من الله ما جعابي حفيز كرئيس الوزراء بنك ورفع فينته أفايك حكومة دنا ما لم يبدو ما يمك وير هي كسودي وير كرت وحصوب باللعبي وحنوما لنا هي بل هي كبر يا مدلل بلا أمر هي وير بنك بره برشة ها كودي نن وريها ولي هذا على هذا المؤمن وأنك عام كوا هاي قرحة هذا مقدشو سويت منشر واه اذا كقار راه يكون انا انسان على قرح قوت تكتبه وما لو يتتهي يا حلوي نيو ماشي قرح كما دعى ما شي قلت عاد تنور هذا قديم يا لي ها مركا سان لي شيغي ها مركا اد وحو عان وها قرحيده ومارتي سو تبني مركا وحما لو اركي ادو صور كفتن هو اللي قسميه مركا ايوان اسا اللي قسميه يقف كره مركا وحا لو سو قره مركا علي قرح وا دعي مركزي وحفري والله صور مجهزة هاوي فروح مقال لها لأنه قبرها ما فيها هاوي تلي صدر بالموقتة صور كيس يا ودرت مركز النوع معناه سكفت مباهي لكن معناه بحال يوم بتليون إنه جاي وريه كعام بحي تبنته قرحية قرحية ذا وهي أريد أن أصل لابن تبيي قرحية مقدشة كنا عي مروا البنا وحوي ساقرة تجوين بالمغري قرح أياد عي فاهمت إلى شو هو يقرح أن يمهب ياك داعي أذو أرمن عاص حلي دولتي هراء مرة الحلي بعجت مركا دولتي هراء وحكم إذا ورياش آت هو سهر كذي لكن دولتي هدا محمد دائم وحقا وصن مارتي كا كل أحسنين ومارتي يسنجن واحد فعلتنا وكذا حي مرك لكن حفيز كرئيس الوزراء يوم دوين كده مئات كده جنا، واجور فرماجو كده جنا شر، هذا لكن حفيز كرئيس الوزراء. مرحوا يرخي ساعة هو جاميني، مسافر جاميني مرك. مر ولو يترز وارو كده جنا، هذا الوزراء أنت كفقي، يو أقاسميه حفيزك، ورفافنت الوزراء فرحان جمال، يو كده معلمه ودم بي، وآد معناها قرالوج قري، مقرالوج سميني، ومركز إليه هاي، حفيز كيف وآد دمي. وحش قاك على سعتنا مره أنتوا نين كان يمات وانين اللي تا ومارتي عن شقده وذكر يقولها صوبت قد ما قرنا إنه أنا وح كاني إنه مارتي قال أنت اسمع وحي ما في لسه فرحان كم عليه ووري ولي بخرج عطاء بعلب بضن وني دام كتير إنه كسر شقية ولي بأجاس إنه كسر نور حفيز كرئيس الوزراء هذا الشقية دي سنة نين هذا يقع صوبت هاي وها لكن نين نظام كقرنا يوها مركم ما وحى وح كتير أن هبع سنوات اللجوء هذين اليوم بس قلام ماشى ربتين الكري حتى يا تعالى والله هبتا إلهي حد ما قرنا إنه إنك استو حوي على هذا المؤمن ويرك وقاضيه وسن ولي السبب رسمي هو سن شيء ما كان غير يبون يروح حفيز كي وادا نروح نكني مادي أو حما كلو وضو وما رتي وود وما لأنه شقدا ما رتي قبته ما كليه وح سبب رسمي مو السبب عندي سوء وود كدي ركلا كصوب برا يبان ورياله أو يبان ما رتي وير يبان وقاضي وريه فرحان جمعاله وحكلا صوب حي يبان كوكلا يبان ورياله يسياسين سوقيشة أو يجون الدفاعية وريه فرحان كم عارف؟ نحن بعد ما يقدم يأذ بعرفنا أوباتي ده بضم بعمرات عرفنا سياوك الدون وجهذي. مركه هذا لكن هذا حكت الرسمي جها وحلو حسوسه وبيشوتي.
ويل سوير قادك حفيز كريز الوزارة مدة الدوسنا أنا كشقيين هي وإلى صدح كريز الوزارة لسه شقي با ودم أي فرحان إنه شقدك قال مركتي ومرك وحاول كده شيء إن وير أدو عرض براه بالشدة لقى قاضي فرحان كمان لكن سمك اللي يجو نكون وانين أجاسيمه ورفعين تحفيز كريز الوزارة هواي وأفيانك الحكومة دواي شقده قفكه وق شقده سوحيته يقفن وشقده كقاعدة كرا قفنا وودي بكرا ومعابي كرا ما دام يسوي حفيز كان وقاعد يسمى كيا ويسوي مسؤول كيا هاي سلادة طبعا والله تمام مركا وانك قاعد سنينا مركا دوت بنبع دوت مركا قاد أكرل يا رنتنا كدش وير يو وير عرس بكدعى وقيب الدفاع يسوي في الحجم عاله يا قيب يجو وير كواه كده من أذوب حساب بحدا سواها وبن تهي ويل كنا شقين حفيز كا وصور قادك حفيز كرزبرها فرحان وقرشين أيوة فنو شقادك خاله تاس أو كان تي مركا إن حوي أرنتن أي كرا لطي بوقن مركا حفيرة إن فرعين تا مارتي ويرك الوقا دي فرحان جو على أيوة حيابه كده شيء فرحان طبعا كوح معناها أبابلن oo isku xiran bay u muuqataa la yiri kooxda ayaga hadda weerarka ku qaaday oo wariyaal siyaasiyiin iyo rag kale oo aan ahba isugu jira Cali aad ma markan feerino oo ah ninkii weerarka bilaabayba kana mid rag weerarka gaaminaya qoraal soo qoray waxa uu leeyahay waxa uu kula kacay warbaahinta gudaha falal isugu jira faquuq iyo cunsuriyeyn qaar ka mid ah xarumaha warbaahineed ayaa la wadaagay dareenkooda bulshada halka in badan oo kalena hagaabsadeen in ay banaanka soo dhigaan tabashooyinkooda inta waxa sii dheer waxa uu ku guuldareystay in uu maamulo hawlwadeenadii warbaahinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha isaga oo ula dhaqma si aan habooneyn waxa uu isku wadi waayay buuri shaqaalaha tirada yar ee jooga xafiiskiisa maanta intaasi maxaa intaasi ka weyn oo laga filan karaa oo maartu wax qabada ayuu yiri Cali Aadam muqararka uu soo qoray waxa kale oo kamid ah dadka eedeeyay Farxaan Jimcaale in lagu magacaabo Bashiir Maxamed oo isna yiri Farxaan Tuug oo fadhiixa weyn ay soo wajahday waad Farxaan Tuug markuu dhaho waxa weeye waa hadal gafaha waaye een waa marka sida ayaga dadka weerarka ku hayay wariye Farxaan Jimcaale maartay ay qorayaan waaye ninka Bashiir dhaw qorayo ninka la isagana la Cabdisaaq M Abdullah Cabdisaaq waxa Abdullah Yahan filaya isaguna waxa uu soo bandhigay eedka dhana Farxaan Jimcaale waxa uu yiri anigu ixtiraamaya mas'uul Farxaan Maxamed Jimcaale mas'uuliyadda uu u hayo Soomaalida hadana waa in qaladka xoogan ee uu ku dhex jiro laga qabtaa Xasan Kaafi oo ah wiilka sawirka ka muuqda wiilay markaa wuxuu ka hadlayaa wiilka hadda aan sheegaynin yaa wuxuu markaa ninkan wuxuu difaacayaa wiilkaas wariye oo maarada la sheegay inuu go'aansaday Farxaan uu shaqada uu ka qaado markuu wiilay Xasan Kaafi oo ah muqaal duubaha iyo sawir qaadaha xafiiska ra'iisul wasaaraha muddo toban sano ah intaas ku jiray waxa la soo wuxuu la shaqeeyay laba ra'iisul wasaare ilaa intaasna wax cabashaha ma jirin رزال حمزنا ومسؤول كيس الدحاد يا حفيز كاسي صومر أنتي وجوي بريا مرك عبد الساق نكن وتنا وعمر ذا إنه دفاعي ويل كاس للشيء إنه فرحان قانصي إنه شقده وكقده من عكلا أنت ضيال كأه كواحد يجو هذا إني بريني وراك قاري شيء فرحان لو قاضي واحد يرد ضد يجونه وريال سياسيين يدك كلا عانه كوا سوى يجونه أبدا كوا كهيبة فرحان جمعالة ومارتي دفاعي wariye ayaan la Hussein Abdi oo dabcan isagana waxa weeye BBC ka soo shaqeeyay oo isla shaqeeyaan Farxaan Jimcaale haddana wariyasha dhanka habka online-ka warbaahinta online-ka ama baraha bulshada warbaahinta maartay ka shaqeeyo oo wareysiyo kala duwan qaada oo aad u xiiso badan waxa uu yiri inta aan ka warqabo Farxaan waa qof waligiis ka soo shaqeynayay meel nidaam leh oo sharciyo shaqeeyo hadda waxa haysta waa dhibaatooyinka dalkeena ragaadisay ee ah kala dambeyn laanta waxaan dhihi lahaa isku day waxaad bedeli kartid inta karaankaaga ah ogowna dalkan cid isbeddel sameyn karta ayaa yar oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laftooda ayaa qorsagaaro lagu haystaa oo dad ka awood badan ayaa jira ma aqaan dadka ka awood badan waxaan malaynayaa waa dadka deep state kala dhaw ee kale ee maartidi la shaqeeyay madax ayaan filayaa ma garanay kulli in kasoo san cadaynin dadka ka falceliyay soo kale Farxaan difaac waxa kamida Shariif Abukar Cali Nallo oo isna ku sifay Farxaan Jimcaale shaqeeyaan halka uu joogo aqoontiisa ku tagay 30 iyo 5 sano ka badanna leh khibrad warbaahineed
وري محمد عبد الحرارة سجنا وحوي له هل هي دور قف هدي عن كوك الدريو هل هي دور قف بود هدي عن كوك الدريو أقون هي خبرة صحفيات وحسف كهرباء صاج لي بود فرحان جمعالي معمول مارين ميسان كرتي دمرن يدرقان وحا أي كم يدهين بود إرياده عن مارت المج عيسى عن كوه هاسقر الهابول مدعويني هراء إهير شبل علي عبد الله صبلي oo isagana waxa weeye si gud ka loo fiiriyo ku haybaha farxaan isagana kamida ka fariciye ee difaacay farxaan jamcaale waxa uu isagana u yiri farxaan jamcaale loogu ma dhagane buuri aqoon oo aniga ma garanayo buuri suxufi shaqeeyay waqtigan la joogo oo ka aqoon iyo waya aragnimo badan ama shakhsi uga haboon afayanka xukuumadda oo shaqada loo imaartay idma lahaa buuri balse waxa jiray buuri qolooyin ka biyo diidan ama qoloyin ee kabi abid bartay buuri xafiiska ra'iisul wasaaraha oo warkoodu yahay ee xawaadle xafiiskan ma aqoon jirin kama dhex shaqeyn jirin sida ayuu ku yimid way ninkan halka suulaa ay ka soo Cali Abdullah Asable waa sida sambal show kale waxa ma qariyso dhaxda ayuu ku dhufta way waxaa la dhijiray qofka aan wax qarinin maartay aan waxba isagu qarinin wax maartay sayta u sheega hebel waa xarfajaas baa la dhijiray xarfajaas qana hataan qiyaaso waa waxuun maariya waxuun maartay xiriir aadiyad marka Cali Abdullah Cusubli iyo Sambal Oshiyo waa siyaasiyiinta inta badan aan waxa weeye hadalka la gabanin ee wixii ay damacsan yihiin iyo waxa ku jira waxa weeye maartay usha Faisal ka duwan yahay Faisal Xukeer duwan yahay Faisal macnaha si yaqaan ah yar weerar ayuu dadku maartay sameeyay oo dadku u ataagaa ma weerara marka markan soo koobno adigu farxaan jamcaale oo ah gaasimaha hore fitax fiiska wasaaraha ana afayanka xukuumadda weerarkaas ayaa maalmahan ku socday ama wali ku socdo oo wali xal aan laga gaar ama aan dhamaanin dhinacna koox baa ka weeraraysa wariyaal iyo maartay siyaasiyiin dacaan isugu jira dhinacna qayb kale ayagana wariyaal siyaasiyiin dacaan isugu jira ayaa difaacaya haashan waxa haashan maxamuud hadda inay ka kacday wiilkaas inkastoo horeba lagu dhignaa laakiin hadda waxa ninkan Cabdisaac Cabdulal loo ayaa hadda waxa weeye isuu shaaciyay in haashu ay sala ku hayso wiilkaas xafiiska wasaaraha sawirqadaha ka ahaan jiray farxaan oo go'aansaday inuu meesha uu ka qaado laakiin waxa weeye muxuu ahaa ay dad diidan yihiin ay ka soo hojeedaan aad loo qaado laakiin de madama ninkan uu mas'uul yahay xafiiskiina asiga gaasima ka yahay waajib ka saaran waxa weeye qof la shaqeyn kara oo shaqadii yaqaan in meesha uu keeno qofki la shaqeyn waayo maartay shaqadii sidii loo rabay u fulin waayo ama u gudan waayo inuu meesha ka qaado marka waxana waa meesha qaba ka qaadi kara dadna waa magacaabi kara isagu waana waxa weeye waajibaad uu leeyahay waayo way aad baan waxaanta saxay fiin kaase daawada intaas ayaan jeclahay inaynu qodobkan ku soo gabagabeyno intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe waxaan idinkaga sii tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh